يا هلا ومرحبا بالمتابعين الطيبين والإعزاز على القلب. اليوم نراويكم طريقة مبسطة جدا وبقطعة بسيطة جدا، طريقة ربط الستلايت الريسيفر باللابتوب وخاصية التسجيل أيضا، إضافة إلى ذلك طريقة ربط أجهزة البلاي ستيشن الإكس بوكس ومختلف أنواعها على جهاز البي سي اللي هو حاسبه، طريقة التسجيل أيضا. من راح نحتاج إلى قطعة تسجيل خاصة؟ راح نحتاج فقط مجرد توصيلة أو أدابتر بسيط أو كارت، تمام؟ حابين أعرض على حضرتكم اليوم هذه قطعة الإيزي كاب. اليوم اللي حنشرح عليها الإيزي كاب مثل ما نوهنا حتكون داعمة إني عرض جهاز الريسيفر الستلايت على جهاز الحاسب اللابتوب، ايضا يفيدنا بهاي الطريقة. راح يكون فايندر اثناء عملية تنصيب الستلايت اثناء عملية تنصيب الصحن. الاكس بوكس البلاي ستيشن على اجهزة البي سي الحاسبة، تمام؟ نتحفون حضراتكم خصوصا بهذا الوقت اغلب الجيمرية يتجهون الى هذا الشيء، وبالتالي راح يحتاجون الى قطعة تسجيل سعرها يتراوح من $150 الى $250، تكون مكلفة جدا خصوصا انت ناشئ محتوى مبتدئ. هذا السعر ما يكون جوا ايدك بالعامية، نقول مكلف جدا. فاحنا اليوم نقدم لكم طريقة ببسط الاسعار، تقدم خدمة، تقدر تسوي بث مباشر في اي مكان يعجبك. كل هاي الامور راح نشوفها اليوم ويا قطعتنا الايزي كاب وطريقة ربطها من الالف للياء. ممكن الفيديو حيكون طويل لكن هو لمصلحتكم، شوفوا للأخير ولا تنسى اللايك والسبسكرايب حتى تقديم الأفضل. أي استفسارات أي أسئلة عندكم تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مذكورة بالدسكريبشن، إضافة إلى ذلك تقدرون تتركوها بالتعليقات. طبعا حنسوي انبوكسينج للقطعة. القطعة هاي تجي عبارة عن كارت، هذا يسمى كارت الجانب مالته، هذا اللي يدخل بالحاسبة، تمام؟ بالجانب الآخر نشاهد الصفرة اللي هي تكون فيديو، الفيشة الحمراء تكون صوت أوديو رايت، الفيشة البيضاء أوديو ليفت. إضافة إلى ذلك فيشة كاميرا، من خلالها نوصل كاميرات المراقبة أو أي كاميرا ثانية عندنا موجودة، تمام؟ هاي القطعة سعرها يتراوح بالأسواق العراقية من $8 إلى $10 $11 ماكسيموم، تمام؟ حتى تكونون بصورة. تعتبر هاي الماركة هي البراند الموجودة حاليا متوفرة بالسوق بكثرة، طبعا بيها شركات أخرى لكن هذا أفضل شيء. طبعا من هسه سرعة النقل مالتها 0.2، تمام؟ ايضا يجي وياها كيبل صغير اللي هو عبارة عن USB خاف الحاسب، تكون عليك بعيدة تقدر تشكله، يكون عندك مسافة جيدة، تمام؟ اتوقع تمام تقريبا 30 سم، تمام اعزائنا؟ حياتي مثل ما تشوفون قدامكم هاي القطعة. هسه راح ننتقل بعد هالخطوة الى جهاز الحاسبة ونشوف شلون حيكون عملية الربط. طبعا من هسه يجي وياها داخل العلبة قرص تعريفي يحتوي على البرنامج اللي هو راح ندخله بجهاز الحاسبة، وراح نروح للحاسبة ونرجع لكم. خليكم ويانا. رجعنا وياكم حبايبي من خلال جهاز الحاسبة، هناكم يجي وياها ايضا قرص تعريفي. القرص التعريفي هذا بعد ادخال الحاسبة نضغط عليه، تمام؟ راح نشوف طريقة بسيطة جدا طريقة تنصيب البرنامج. لا يظهر لنا اختيار اللغة، طبعا حتبقيه انجليزي. ننتظر التنصيب ثواني بسيطة جدا. هنا يكون خلص التنصيب، نضغط فينيش، اكيد موافق على الشروط، نيكست، اختيار تنصيب البرنامج نيكست، اوريدي هذني نبقى على نفسهن. هنا يكون خلص البرنامج، نضغط فينيش وننتقل نشوف واجهة البرنامج.
رجعنا وياكم حبايبي بعد تنصيب البرنامج ودخلنا رقم المنتج يرجع يفتح لنا هذه الواجهة. طبعا حاليا ما رابطين احنا كل شيء تمام، مجرد ما نربط راح يكون عندنا العرض هنا ونقل ريكورد اوبشن اختيارات نضغط ونشوف تمام. هنا يقول الفيديو ديفايس من نستقبل، حاليا كونه مرابطين فالاستقبال فقط يكون من الويب كام تمام. اوديو ديفايس مرابطين حاليا، صيغة التسجيل اللي نحتاجها شن هي تمام، نوع التسجيل الكواليتي مالته، نفصل شقد، انا دائما افضل يكون بأعلى حاجة، مكان حفظ التسجيل تمام، هالاعدادات نضبطها ونضغط اوكي، ننتقل الى لائحة الايديت تمام. طبعا انا نوعي حضراتكم اول مرة نصور برنامج واطلع عليه، الايديت اللي هو بعد ما يخلص الفيديو تسجيل تقدر تعدل منه، هنا اكو ترانزيشن تمام، انتقالات محددة ايضا، هاي افكتات ايضا افكتات ثانية تمام. هذا التعديل، هذا للحلقة تمام، بيرن الحلقة اللي هو يا اما تحرق على القرص او تسجل معلومات او تستخدم القرص اها تمام. ايضا هاي الايقونة اللي هي عبارة عن كابتشر، ايضا سبليت كابتشر تقطيع ديفايز الصور، اضافة ملفات تمام. واجهة بسيطة جدا، كل اللي نحتاج احنا نبقى بالكابتشر تمام. هسه ننتقل لكم معلومات بسيطة ايضا ننوهها وطريقة الربط شلون حتكون ونكمل ويا بعض. رجعنا وياكم يا شباب، تكمل شرح بعد تنصيب البرنامج داخل جهاز الحاسبة. ننتقل الان الى طريقة التسجيل. اليوم حنستخدم شرحنا هذا جهاز بلاي ستيشن 3 تمام. كل اللي نحتاجه وصلة AV الخاصة بالبلاي ستيشن 3 تمام، هذا الشكل تكون ايضا تحتوي على فيشة ثلاثية فقط نربط. اما اذا حنستخدم الايزي كاب لربط بلاي 4 اكس بوكس 1 اكس بوكس 360 احنا راح نستخدم كاب او شخاطة او ادابتر بسيط مثل هذا، لكن هذا شكله مختلف. اليوم هذا يسمى بالعامية نثية فحل، احنا التوصالة راح نحتاجها كلها تكون نثية. نربط فيشة ثلاثية AV من الاصفر للاصفر ونخرج من عدة اثنين، واحد للتلفزيون وواحد للجهاز مالتنا جهاز الفيديو جيم. بعدها حنحتاج قطعة ثانية اللي هي شخاطة تدعى تحول لنا من الاي في الى اتش دي تمام. وضحت الصوره ان شاء الله بالايام القادمه اوفرها وننزل درس بالتفصيل الكامل عليها، لكن اليوم اساس شرحنا انه ببسط الاشياء انه اقدر احصل على صوره جيده وتسجيل. بربط الصفره بصفره، البيضه بالبيضه، والحمره بالحمره تمام. بعد نشبك هذا الكيبل من البلاي ستيشن، شغل الحاسبة، تابع وياكم، خليكم وياكم. نرجع وياكم حبايبي، بعد ما شكلنا كيبل الاي في الخاص بجهاز البلاي ستيشن 3 اللي هو اليوم شرحنا كان عليه ماخذي كتيست تجربة، شكلنا الصفرة بس الفيشة الصفرة، البيضة بالبيضة حسب الالوان، والحمرة بالحمرة. بعدها نشبك وصلة الايزي كاب جهاز الحاسبة ونشغل البرنامج. بعدها نضغط الاعدادات الخاصة بالديسبلاي الخاصة بالبلاي ستيشن، نستخدمه عادي مثل ما تشوفون سلس جدا، التنقل بين القوائم، تقدر تلعب وتقدر ايضا تسجل من هاي الايقونة. طبعا سجلت في شيء تجريبي وهسه نلعب ونسجل قدامكم. هاي شغلة، الشغلة الثانية منها ندوس ريكورد راح يبدي يسجل، بدأ يسجل البرنامج تمام. هاي الانتقالات مالتنا حسجلها تمام، هاي مجموعة السيتنجز موجودة، مجموعة الايقونات، سهل بسيط جدا. بالدرس القادم حنتعلم نسجل من خلال الحاسبة ونعرض من خلال جهاز التلفاز تمام شباب. هسه نوقف التسجيل
شوف التسجيل نزل هنا، نضغط عليه كليكين يبدي العرض تسجيل. لاحظ شباب نضغط كليكين يعرض لنا تسجيل. هذا مثل ما تشوفون امامكم قبل شوية سجلناه اياتي سلس جدا. اما من ناحية الدقة فانا حاليا الصراحة مقلل الدقة 480، قدرون ترفعوا حضراتكم الى فول اتش دي 1080. تمام شباب، كل سلاسة وكل بساطة. وهذا كان اليوم شرح مبسط جدا وياكم، كنا خطوة بخطوة وطولت واسف على التأخير، الفيديو صار طويل لكن حتى نوصل للنتيجة كل سهلة ومفهومة لكل متلقي. شكرا جزيلا، ولا تنسون اللايك والاشتراك وذكروا الاشياء تحبون نقدمها بالتعليقات. نشوفكم بخير، مع السلامة.